وبعدين بعد ما بشوحهم حلو مظبوط ببتدي انزل الفريك بكون سلقه البطه، بكون سلقها سلقه حلو حلو، وبعدين ابتدي اشرب الفريك من شوربه البطه. الله عليك. حبه 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 في حبه، وتشرب الفريك واديله تاني، ويشرب الفريك واديله تاني، حلو ويشرب الفريك اديله تاني، حلو وكده بقى حلو، لحد ما يوصل الفريك معايا للون وللطعم والليونه اللي انا عايزها، الجوسي الحلوه الجميله حلو الطريه اللي احنا بنحب بيها الفريك ده. حلو. طبعا ملحك بقى وفلفلك، وكوردي بتبقى الشوربه متحبشه. فاهم ازاي؟ الاستاذه رانيا لما بتحب تخش المطبخ لازم تكون رايقه وفايقه، ولا تخش وهي متضايقه تعمل ليه الاكل وخلاص؟ طب تصدق ان انا كتير بدخل المطبخ وانا متعصبه جدا واطلع غلي في الطبخ والاكل يطلع حلو، والاكل بيطلع زي العسل. النظريه عكس كده خالص، واطلع اطلع وافضل اعمل مجهود واجرب وافضل اعمل، يعني كتير ادخل وانا رايقه وكتير وادخل وانا مودي مش حلو، ولكن واطلع كل الانرجي بتاعتي بقى في الاكل. في الاكل. ولكن يحكى ان الواحد لما يكون عنده مشكله مستعصيه او موضوع خطير، ربنا ما يجيب مشاكل، يعني لا بص في امور بتمر يعني ازمات وعايز يحل المشكله دي، يخش المطبخ يطبخ بيبقى هو والاكله والمشكله. لا خد النظريه دي بجد، يعني دي نظريه المغازي بقى، عندك موضوع عندك سيناريو عندك بتفكر بقى وانت بتركزي مع الاكله والموضوع. يحكى عنا بس فجربي. ايوه حلو، هجرب هجرب. انت بقى شايف مغازي يقول لي ايه احلى اكله انت بتحب تاكلها بقى، وبتحب تاكلها من ايد مين؟ هو ده الكلام بقى، انت بتحب تاكل ايه احلى اكله بالنسبه والله لك؟ ومين اللي بيعملها لك؟ انا كنت احب اكل من ايد والدتي رحمه الله عليها دايما الملوخيه بالارانب رحمه الله عليها. الله على الملوخيه. وطبعا من ايد زوجتي دلوقتي احب دايما طاجن الباميه باللحمه الضاني. الله، بتحب اللحمه الضاني؟ ما بتبقاش تقيله؟ ما باكلش غير اللحمه الضاني. ما بتبقاش تقيله عليك؟ يعني انت فيكي بقى تتقللي من الدسامه بتاعتها. طب هيسالك سؤال على موضوع فضل الملوخيه ده. موضوع الشهقه بتاعت المصريين ده حقيقي؟ ده طبعا لازم، انت لو لو ما شهقتيش يا استاذه رانيا ما تبقاش الطشه طشه. بجد بجد والله الشهقه ده حقيقي؟ الشهقه دي لازم التومه تتحمر تاخد اللون البراون الجميل. الكلام ده يا نعم. انت تحب الملوخيه يا رانيا؟ جدا بجد بموت في الملوخيه. تحب تاكلها بالفراخ ولا بالارانب؟ بحب اكلها بالفراخ، وبحب اكلها مع رز ابيض مش رز بشعريه. كل الناس يحبوها كده بالرز الابيض. مع اني بحب الرز بالشعريه برضو، بس اكله مع خضار تاني. قولي لي بقى لما تخش المطبخ ابن حضرتك يحب ياكل ايه من ايد مامته؟ ده مغلبني في الاكل. مغلبني. ايوه مغلبني. هم الاولاد. هو عنده كام سنه؟ هو 13. ربنا يخليه لك يا رب. اسمه ايه؟ عندي ياسين واحمد. ياسين. احمد وياسين. احمد الصغير. لا ياسين الصغير. ياسين الصغير. واحمد كام سنه؟ 16. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. يخليهم لك. ميرسي. بيساعدوك في المطبخ؟ عندهم هوايته خالص. ياسين الصغير بقى هو اللي بيحب ولا يحب يخش المطبخ؟ لا ياسين يحب. احمد لا، ياسين بيحب يدخل المطبخ جدا، ميوله وهوايته للمطبخ. ميوله وهوايته لدرجه ان انا فكرت ادعم الموضوع واعلمه او اديه ورك شوب. جيبهولي تعلمه الاكل. عينيا حاضر. بيحب يعمل حلويات قوي يا شيف. يحب يعمل كريبات. يحب يعمل فرنش توست، الحاجات اللي فيها افتكاسات دي. يحب يعمل وافلز. يحب يعمل ميلك شيكس. حلو. يحب يعمل الحاجات الحلوه. حلو. طب استاذه رانيا ايه من الحلو؟ موقفك ايه من الحلويات في المطبخ؟ في المطبخ لا. مطبخ حلو لا. مش مطبخ حلو. الحلو انا اشتريه. تشتريه؟ لا مطبخش حلو. معرفش تعمل حلو. اعمل حلو. لا مش محبش. معرفش. ما تعرفيش تعملي حلو. اعرف اطبخ اكل اكل. يعني معناته ان ابن حضرتك عوضك طبعا. هرينا حلو طول اليوم. بس طبعا لما بيدخل المطبخ المطبخ نفسه بيطلع بره، ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيحصل. طبيعي. يعني ما بنبقاش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس يعني تمام هو بيبقى مبسوط وبنحاول بقى ننقذ ما يمكن. هم الرجاله لما بيخشوا المطبخ عموما والشباب يعني بيعملوا شويه كركبه كده. ايوه بالظبط بالظبط. استاذه رانيا في بدايه الشهر الكريم اتعزمت اول يوم يعني ولا عزمتي؟ لا مامتي طبعا. مامتك طبعا. تفطر عند مامتك طبعا. دي طبعا دي اساسي طبعا. فطرتك ايه يا ست الكل؟ اكيد يا محاشي وحمام ورقاب اللحمه المفرومه. ربنا يديها الصحه. امين يا رب. ويديهم كلهم الصحه. الدجاج خلاص حلو قوي. عملت حطيت عليها ايه بقى؟ حطيت شويه صوص طماطم وشويه بهارات حلوين. ايوه وجهز الطماطم كده، هنعمل مع بعض بشاميل دلوقتي. يلا. شاطره في عمايل البشاميل. انا بقى البشاميل انا وحظي اوقات بيطلع حلو اوقات يكلكع مني ومضربه في الخلاط. هقول لك برده على طريقه كده لعمل البشاميل عمره ما يكلكع مني. يلا. تركايه صغيره كده يخلي البشاميل معاكي زي النعام يعني. بصي خفيف جدا وزي الفل. طاسه على النار اهيت، بنحط في الطاسه دي شويه زيت صغيرين. جميل. تحط زيت الزيتون على النار عادي؟ بقى عادي. هنحط معاه سمنه. بتحط معاه شويه سمنه او حته زبده. أيوة. على حسب انت بتعمل ايه. بيقال انه ما يتحطش على النار لوحده. زيت الزيتون كتره على النار كتير طبعا بنفقد القيمه الغذائيه بتاعته. ايوه. ودي السمنه زي الفل. هناخد شويه دقيق صغيرين
سريعا كده. والدقيق بيتحمر، انت قلبي لي الدقيق بقى بعد اذنك. يلا عينيا. اهو زي الفل. تمام. هتديني المعلقه اللي قلبيها؟ ايوه اهي ست الكل. المضرب اهو. المضرب يلا. يلا. حلو. عندنا حليب بيغلى اهوت. جميل. وعندنا شوربه على النار. حلو، هنحط اللبن على الدقيق ولا نستنى شويه لما ياخد لون؟ لما ياخد لون شويه. يلا. حلو. زي الفل. بتحب الزبده والسمنه في الاكل كتير يا شيف مغازي؟ تحس ان احنا متعودين كده في يعني رمضان انت عارفه على اكل زمان والخير والزبده والسمنه الحلوه والكلام ده، والاكل يكون ولا مقضيها هيلثي؟ لا لا، في رمضان الاكل يفضل ان يكون دسم طبعا. صح، وفي شويه دسامه. انا بحب الاكل اكل، يا تاكل مظبوط ايوه يا ما تاكلش. تتحسب عليك اكله. تحسب علينا اكله وخلاص. استاذه رانيا، طبعا انت عارفه رمضان في مصر حاجه تانية. طبعا سافرت ورحت وجيتي، رمضان هو مصر. طبعا رمضان بالنسبه للاستاذه رانيا السيد في طبعا ايه تفاصيله وليه حاجه تانية؟ نحط اللبن ولا لسه؟ نحط اللبن دلوقتي، بس خليني الاول اجيب لك لبن تاني غير ده. قطع. مش كويس. طيب نشوف مع بعض ازاي نعمل مكرونه بالبشاميل. بحبهم في المطبخ ابقى لما شعري. يلا دايما نقلب ده كده. يلا زي الفل. هنزوده كده شويه كمان. احنا متابعين البطاطس. بص الجزر لما اتحط عمل لون كده جميل ازاي. ماشي كده. احنا حطينا الزبده ونقطه الزيت بتاعتنا، وحطينا الدقيق وادينا له لون شويه وقلبناه، وشويه لبن وشويه شوربه، ونسيبه يغلى على النار مع التقليب المستمر. تحط عليه توابل، ملح، فلفل، الكلام يعني ده ولا لسه هتستنى؟ بس بعد الغلوه. في ناس بتحط بيض في البشاميل. بتحب تحط بيض في البشاميل؟ حسب ما انت هتعمليه. ما بحبش البيض في البشاميل. هتعمليه باللحمه، هتعمليها بالفراخ، حسب الرغبه. انا لا عايز اعمل الكنافه القوالب بالتمر. والاستاذة رانيا تبص عليا كده. يلا خليك انت، خليكي في ده. اقلب بس مكرونه على الشاشه. مكرونه بينا اهيت. انا افضل اقلب. تقلبي لي شويه البشاميل يطلعوا. حاضر. مع المكرونه البينا مع الفراخ. لا لسه مش دلوقتي خالص. طيب استاذة رانيا انت لغيت كده فله. ماشي. ما تحطش المكرونه، ما انت جبتها جنبي. انا قلت هتخليني احطها ولا لا حاجه. لا ده بس عشان نكتب المقادير. يلا اوكي. مكرونه بينا ومعانا بشاميل ومعانا دجاج مفروم. هي شطوره، هي شطوره يا حبيبي. انت جميل يا شيف مغازي. استاذه رانيا ما كملناش سؤالنا. رمضان في مصر حاجه تانية طبعا، ولكن مع استاذه رانيا ايه يعني بيمثل لك رمضان؟ رمضان بالنسبه لي طقوس واضحه وصريحه. حلو. قبل الفطار، تحضيرات الفطار. والروحانيات بتاعتنا المعروفه، لو بنقرا قران، لو بنصلي. حلو. يعني بتبقى دايما قبل الفطار فتره قصيره. فما بحبش اشغل نفسي بيها الا بالاكل والروحانيات بتاعتنا والتحضيرات بتاعه الفطار، وده مهم جدا. بعد الفطار بقى بيبقى الواحد طبعا حالته بعد الاكل بتبقى محتاجه الكنبه. ايوه كلنا كده. فبتبقى الكنبه يعني تلفزيون. بتفتح بقى التلفزيون تتابع، تشوف انت بتتفرج على مسلسلات ايه. لو في عزومه بقى بتحلي، بتقعدوا ترغوا، بتشربوا شاياتكم، بتشربوا قهواتكم. بالليل تراويح في البيت. انا بحب يعني دايما اكون في البيت. التفاصيل الصغيره لعمل مكرونه بالبشاميل بالفريق. مع الدجاج. حلو. ايه رايك؟ جميلة. انا دايما بحب احط بقى هنا الجبنه الموزاريلا. ايه رايك مع البشاميل كده؟ بص زرانيه واقلب الجبنه مع البشاميل. اوكي. دي الفكره. ونغرق المكرونه. بتحب، في ناس بقى بتحب البشاميل يكون طري كده. وفي ناس بتحبه ماسك نفسه. انت بتحبه ازاي؟ لا هو البشاميل مدرسه، اذا احنا هنحطه على بسطه مكرونه لازم يكون خفيف. صح، لان المكرونه هنا بتدينا نشويات. انا بحبه طري في حاله لما نحطه مع الخضار. شفت الحلاوه دي كده. انا بحبه في كل الاحوال طري. حلو قوي. تمام زي الفل. اوقات في ناس تحط عليه شويه جبنه. شويه معلقه جبنه كده مطبوخه. ايوه زي الفل كده اهوت. تحطينا دي في الفرن يا استاذه رانيا، ايه رايك؟ المكرونه دي تدخلها الفرن. يلا